زائد العياء لان اللاعبين بداو كيحسوا بالملل لان موسم كروي شاق، وكيف ما كتعرف تيكون عندهم بعد 21 22 يوم ديال الراحه، اما اسعسا رطاء لان ما كاينش الوقت نجي واحد يومين قبل ثلاث ايام باش يكون داك التلاحم واللاعبين يغيروا الاجواء. هذا الشيء اللي كنشوفوا بانه انعكس ايجابيا على اللاعبين، ان شاء الله غادي يكونوا في المستوى ويديروا لقاء كبير ان شاء الله يوم الثلاثاء. سمعنا انك شي خلاف قربنا قربنا يعني من هذا الخلاف. داخل المكتب المسير ما كاين لا خلافات لا والو، ولكن بالنسبه كاين تشويش، هذا تشويش وتشويش كبير على النادي من بعض الاشخاص اللي كانوا من قبل كيستافدوا من النادي، وجات الوقيته لان ما كناش بغينا ندخل معاهم في الصراعات في امريكا. الفريق كيتصارع من اجل البقاء في القسم الاول باش ما نقدروش على اللاعبين، لكن جا الوقيته اللي خصنا نحبسوا هذا النزيف وهذا الفيروس اللي كان قبل في نزيف كوب مراكشي. ملي قررنا راه لاحظنا بان المشوشين بداو كيخدموا، وخصوصا واحد الموقع الكتروني اللي تاثر لا على اللاعبين، لان كيف ما كتلاحظ ما بين ليله وعشيه وضحى بدا زين كنشوفوا غير الاخبار السيئه عن نادي كوكب مراكش. اخبار غير صحيحه؟ غير صحيحه بتاتا. انا نعطيكم ما نخرجوش بالغ، ما يمكنش نخرجوا بالغ وحنا في هذه الفتره، يمكن غادي نلجؤوا للوسائل ديالنا القانونيه، ماشي غادي نلجؤوا للوسائل القانونيه. كاين شي دعوه قضائيه؟ كاين دعوات قضائيه ضد واحد الشخص لان اتهم مسؤولين في كوكب مراكش، كاين اتهمنا بالسمساره، كاين اتهم الناس، كاين اتهم السيد الرئيس بان كتجمع عليه اختلقوا اعزيم الاحداث احداث نهائيه احداث ما كايناش. كاين ومن اجل التوضيح وجات الفرصه بان كاين واحد لو سيركيلار جديد ديال لا فيدراسيون وديال لا فيفا بان التوقيعات بداو من لو 1 جوان ماشي في 30 جوان. و حنايا كيف قلنا اول مره نجي لكم مراكش منذ عده سنوات كيبدا في السياسه ديال التعاقدات منذ البدايه باش ما يكونوش